هذا وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن مشاركتنا في هذه القمة تأتي برهانا على عمق العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال كلمته إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لإحلال السلام وتطبيق الأهداف المرجوة للقضايا العربية. إن المشاركة في هذه القمة جاءت لتأكيد عمق العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وأن العمل المشترك والعلاقات المتأصلة في التاريخ هي ما يجمعنا ويجمع بلداننا ونظرتنا المستقبلية بخصوص الأمن والاستقرار والازدهار. الحوار هو السبيل الوحيد لإحلال السلام وتطبيق الأهداف المرجوة. منظمتنا تشجع كل الأطراف على الاعتماد على الحوار للوصول إلى السلام والاستقرار في كل أرجاء الوطن العربي، وهذا ما نعمل عليه مع السلطات الصومالية، وأكدنا على وحدتها الترابية واستقرارها، وأيضا لمجابهة الإرهاب ومحاربة خطاب الكراهية، وخاصة الحوادث التي تم خلالها إحراق نسخ من القرآن، ونعمل مع المجتمع الدولي للحد من خطاب الكراهية وغيره، كما ونشجع على التحاور مع مختلف الحضارات والأديان، وندعو الله أن يوفقنا في أعمالنا هذه. Comi palo